السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات بستان فن التفصيل. النهاردة الحلقة هتكون عن القمر السحري. القمر السحري ده تملي بيتعمل في الجيب اللي بتبقى جيب سواريه معظمها، يعني لأنها ما بتبقاش باينة وبيبقى شكلها حلو في السواريه. بنعمله بطريقة سهلة جدا ومبسطة، وأنا هعمله على النموذج. اعذروني بقى، اعمله على النموذج المصغر اللي انا عملته نجيب النص كروش. عندنا نجيب النص كروش اهي، نحن عملناها، وهنجيب قطعة من نفس القماش وهنتنيها بالشكل ده، وهنحط المتني على المتني بنفس الزاوية اهي كده. دي اسهل طريقة. وهنعلم، هنبتدي نعلم كده، نحط الحروف على الحروف عشان ما يبقاش فيه زيادة. وهنعلم كده، طبعا احنا بنعلم بالمارك، الناس المبتدئة بتعلم بالمارك، لكن الناس المحترفة بتقص على طول بالمقص. وهنزل مسافة كده حوالي 8 سنتي او 6 سنتي كفاية، يعني كتير. وهشيل الجيبة بتاعتي وهبتدي اقص بالمقص اهو. وهبتدي ايه، ادورها مع نفس التدويرة اللي ايه احنا عاملينها اهي. تمام كده اهو، هنركبه على المكنة، وان شاء الله هعمل لكم نموذج بمقاسات فعلية عشان اركب لكم السوستة السحرية. هحط وش القمر على وش القماش، الوش على الوش. لما اجي اركب هركب الوش على الوش، هحط كده الوش على الوش اهو، جه مظبوط. ده سجاف زي السجاف اللي احنا هنعمله وهتشوفوه ان شاء الله في الفساتين اللي هننفذها. وعلى بعد سنتي واحد كده، وهبتدي اخيط. ما ننساش ان احنا هنحط القمر والقماش الوش في الوش. تمام، الدورانات دي لازم ايه، نديها فورت كده، نشق القماش ده عشان يبقى فيه راحة. لما نفتح كده القماش يفتح معانا، ما يبقاش مشدود. هندي فورت كده في المقص قبل الخياطة ب2 ملي، بملي. هنبتدي بقى نقلب كده لجوه كده القمر اهو، ده كده بقى اسمه القمر السحري، مش باين. المكوة طبعا لما تدوس كده بالمكوة مفيش حاجة من الحاجات دي هتبان. في ناس بتلزقه بفازلين علشان ما يبانش، لكن انا بحب ان انا اجي كده بالراحة خالص بالإبرة الرفيعة وأبتدي أرفيه، لأنه اسمه القمر المخفي أو القمر السحري أهو. يجيب أهي هتبقى بالشكل ده. تركيب السوستة السحرية بدواسة السوستة. اول حاجة هنعملها قبل ما نغير الدواسة ان احنا هنثبت السوستة. الكلام ده للناس المبتدئة عشان ما يتعبوش مع الدواسة بتاعة السوستة. هنيجي كده نفتح سوستتنا وهنبتدي نحط السوستة السحرية اهي
ده وش القماش، ودي السوستة، ده وش السوستة، الوش على الوش، وهاخد الجنب اللي بره اهي، وهبتدي اثبتها على الحرف او على حسب ما انا قايسة. انا ممكن اكون قايسة واخدة مثلا زي سايبة زيادة، بحيث ان ايه ممكن ايه اعمل تعديلات، وممكن اكون قايسة من هنا كده واخدة 2 سنتي 3 سنتي اهو. احدد الخط بتاعي واظبطه واشتغل عليه اهو، يبقى زي ما قلنا الوش على الوش، وباخد الحرف الصغير والسنون على حرف الخط اللي انا حددته اللي انا رسمته بالشكل ده، وابتدي اثبت السوستة الاول من غير اي مجهود خالص، افتح سوستتي الاخر اهي. في حاجة في المكنة؟ لا ثبتها خالص اهو، يعني كده انا ثبتها. هاخد الوش التاني اهو، وهاخد عليه الوش بتاع السوستة، ده وش القماش، هاخد وش السوستة برضك على نفس المسافة اللي انا حددتها، او لو انا عاملة دوبك 1 سنتي او القماش فين وش القماش اهو، يبقى من هنا معلش اسفة القماش اهو. المسافة اهي اللي انا سايباها، وهثبت عادي خالص بالدواسة العادية. اهي هبتدي اقفل السوستة لتحت عشان اشوف انا مركبة صح ولا لا، اهي بس كده دي مش سحرية. هنبتدي بقى نستخدم الدواسة بتاعت السوستة السحرية. هركب الدواسة اللي عندي، النوع اللي عندي ده منه 2 يمين وشمال، بس انا بشتغل بنوع واحد، هنشوف ازاي بنشتغل بنوع واحد. بشتغل يا باليمين يا بالشمال زي ما ايه اللي بيطلع معايا بدرج. اشيل الدواسة واركب اليمين اهي، وهبتدي سن الابرة عند الفتحة بتاعت الدواسة اهي، وهحط الدواسة وافتح السوستة كده، هفتح السوستة، السوستة السحرية بتتفتح المجرى بتاعتها كده، السنون بتاعتها بتتفتح، وانا بركبها بفتح بفتح فيها علشان ايه اخيط على اخرها خالص عشان ما تبانش اهي. افتح وادوس كده بالمكنة دي، احنا خدناها من تحت اهو، اللي معايا الناحية التانية هاخدها من فوق اهي، عشان الـ الابرة بتنزل من الناحية دي اقرب مكان من الخياطة عشان تنزل جنب السنون بالظبط، ما تديش اي مسافة فاضية من غير خياطة اهي. افتح السن
واخلي ايه دواسه ماشيه بتزق في السنون علشان ايه تاخد على الحرف خالص الخياطه والسوسته بتاعتنا ما تبانش. ولو عملت كده ولقيتها لسه افتح برضو اخيط خيطه تانية مفيش مشكله. ابتدي كده اقفل السوسته اهي المكوة طبعا معايا ايه هتظبط الدنيا اهو. طبعا في فرق بين التثبيت بالدواسة العادية ودلوقتي، دلوقتي اهي مش باينة خالص كده تمام. لو كان الفيديو مفيد ليكم ياريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وكل مفيد في مهنة الخياطة.